بدي إياك تكون قوي باللغة الإنجليزية مهما كان مستواك. بدي إياك تكون واثق بنفسك، وهذا الدرس رح يعطيك الأداة لحتى تقدر تعبر عن نفسك بكل ثقة، حتى لو ما كان عندك المهارات اللغوية. نحن رح نكتسب الآن المهارات اللغوية لحتى تقدر تكون واثق من نفسك باللغة الإنجليزية. صدقني، حتى لو كان مستواك صفر، لكنك كنت عم تتحدث بثقة، الناس رح يحترموك ورح يتكون عندهم انطباع جيد عنك. رح أعطيك مجموعة جمل وتعابير فيك تستعملها بدل هذه الجمل اللي منعرفها، اللي الكل بيعلمك إياها، بيكون واحد على التيك توك بيعلمك إياهن. أنا هون الآن رح أقلك التعابير اللي ممكن تستعملها بدل هذه التعابير، الجمل اللي فيك تستعملها وتقولها بثقة لحتى تتقل وتصير عم تتحدث بconfident English، بالإنجليزية التي تقول لنا أنك واثق بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة Master English، أتقن الإنجليزية. خلينا نقول بسم الله، نضغط على أحلى لايك ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بدرسنا. شو هن الجمل اللي نعتبرهم normal English، وحتى للأسف الكل بيكون بيعرفهم، الكل بيكون حافظهم، وما بيقولولنا إنك واثق من نفسك، يعني ما بيدلوا على ثقة. هن normal، مش غلط تستعملهم، لكن أنا رح أعطيك أسرار، تكتيكات، تعابير فيك تستعملها لحتى تبين واثق من نفسك. Sorry for the delay، عفواً أو عذراً على التأخير، أو sorry for the wait، عفواً يعني لأنه خليتك تنتظر. Sorry for being late، عفواً على التأخير لأنني تأخرت. What works best for you، ما الذي يعمل بشكل أفضل لك، يعني شو اللي بيناسبك بطريقة أخرى. No problem، ليست مشكلة. No worries، يعني من دون قلق، كمان عم نقول لا مشكلة. هيدا عادة منقوله بعد ما حدا يقلنا thank you، منقوله no problem no worries. I think maybe we should، أظن أنه علينا أن كذا وكذا. Rewriting email for 40 minutes، يعني أنت عم تحاول تكتب الإيميل لأربعين دقيقة. Hopefully that makes sense، يعني على أمل أن يكون ما قلته منطقي، أو أنت فهمت علي ولقيته منطقي. إذن هول الجمل مش غلط تستعملهم، لكن في كتير حالات من المهم إنك تعرف الconfident English، التعبير اللي حتخليك تبين واثق من نفسك. كالعمل مثلا، إذا بدك تنال احترام غيرك من المهم تعرف هالتعبير. بالاجتماعات كتير مهم، الاجتماعات it's like a war zone، وكأنها منطقة حربية، فمن المهم تكون واثق من نفسك حتى أمام زملائك في المدرسة أو الناس اللي ما كتير أنت بتعرفهم. من المهم أنك تكون واثق من نفسك. خلينا نشوف شو التعبير اللي ممكن نستعملها بدلا من sorry for the delay، عفوا على التأخير، عفوا لأنني جعلتك تنتظر، عفوا على كل شيء. خلينا نقول thank you، شكرا. thank you، إذا حاول دائما بدلا من أن تقول sorry for كذا وكذا، thank you for، شكرا لك لأنك كذا وكذا. هيك عم نبعد عن مصدر الألم. لما أقول thank you for the delay، أنا أكرر مصدر الألم إنه جعلتك تنتظر. thank you for your patience، نحن عم نقول للشخص شكرا لك على صبرك، أنت صبور، صبرت علي، شكرا لك. thank you for your patience. الجملة الثانية، what works best for you، ما الذي يعمل بشكل أفضل لك. هذه الترجمة الحرفية، طبعا المعنى المقصود ما الذي يناسبك. خلينا نشوف كيف فينا نقوله بطريقة أفضل. could you do، هل تستطيع فعل، يعني المعنى المقصود هل تستطيع أن تأتي مثلا في الساعة كذا وكذا. مثلا could you do Friday، هذا مثل.
يوم الجمعة at 5 PM. هل يناسبك هذا الوقت؟ لنلتقي لحتى نتحدث عن المشروع إلى آخره. إذا بدلا من ما تقول للشخص أنت نقي الوقت اللي بيناسبك، وقد ينقي وقت ما بيناسبك إلك، وقد تحس حالك بعد ما هو قرر الوقت إنك أنت مش قدران تجاه تغير، فأنت فكر بالوقت المناسب لإلك وأنت اقترحه. إذا could you do مثلا Friday at 5، أو مثلا إذا اليوم could you do 5 PM مثلا. No problems, no worries. شو فينا نقول؟ فينا نقول always always happy to help. يعني أنا دائما سعيد لأن أساعد، يعني يسعدني أن أساعدك. أو مثلا my pleasure كمان حلوة، my pleasure كتير حلوة للغة الإنجليزية الرسمية. إذن always happy to help، أو حتى أفضل my pleasure أو it's my pleasure. إذن لما حدا يشكرك thank you، always happy to help، أو it's my pleasure أو my pleasure. I think maybe we should. أظن أنه علينا أن، أو ربما علينا أن، مثلا set the meeting for، أو hold the meeting مثلا tomorrow. هذا مثل، خلينا نشوف كيف حتصير جملتنا بالconfident English. I أو it would be، it'd be، بس سيكون من الأفضل if we، ثم if we hold the meeting tomorrow. سيكون من الأفضل لو عقدنا الاجتماع غدا. It'd be best if we hold the meeting tomorrow. مش I think maybe we should. هيدي هولي الكلمات بيخلوك تبين مش واثق كتير من نفسك. الجملة الخامسة أو السيناريو الخامس، rewriting email for 40 minutes. لنفترض إنك أخذك وقت كتير تكتب إيميل أو تبعت رسالة، ما عم تعرف شو بدك تقول أو الطريقة الأفضل لتقول شغلة شيء ما، وبدك المزيد من الوقت لتستجمع أفكارك، فيك تقول هذه الجملة it'd أو it would، it'd be easier if we discussed it in person. سيكون من الأسهل لو ناقشنا الأمر الموضوع in person، يعني شخصيا وجها لوجه. إذا أو it would be easier to discuss in person، من دون if we discussed it، to discuss in person. الجملة السادسة hopefully that makes sense. Hopefully that makes sense. Hopefully that makes sense. إذا على أمل أن يكون كلامي أو ما قلته منطقيا، يعني منكون عم نفسر شيء ما ثم نقول hopefully that makes sense. ما تستعمل هذا التعبير خاصة في العمل، استعمل let me know. Let me know يعني أعلمني، أخبرني. If you have، if you have، إذا كان لديك any questions أو any further questions إذا بدك. أعلمني، أخبرني إذا كان لديك أي سؤال، any question أو any further questions. إذا شاهد التعبير اللي تعلمناهن thank you for your patience بدلا من sorry for the wait، sorry for the delay. Could you do كذا وكذا بدلا من what works best for you، ما الذي أو ما يناسبك. Always happy to help
أو my pleasure بدلا من no problems, no worries, you're welcome. It'd be best if we hold the meeting tomorrow. سيكون من الأفضل لو عقدنا الاجتماع غدا. طبعا فيك تبدل هذه الجملة بأي شيء أنت عايزه. أو بدلا من I think maybe we should كذا وكذا. It'd be easier, سيكون من الأسهل to discuss it in person, مناقشة هذا الأمر بشكل شخصي وجها لوجه. أو it'd be easier if we discussed it in person, نفس الجملة نفس المعنى. بدلا من أن تقضي وقتك أنت عم تجرب تلاقي الكلمات والتعبير المناسبة للإيميل, بدلا من hopefully that makes sense فيك تقول let me know if you have any questions لحتى تبين استعدادك لشرح الموضوع بشكل أفضل, وتبين أنت أيضا إنك فهمان اللي عم تقوله. هون شوي بتبين إنه كأنه منك فهمان الموضوع كمان. إذا هذا كان درسنا اليوم. اللي حابب يعمل سكرين شوت رجاء نعمله سكرين شوت, وإن شاء الله أنا سأقوم بإرسال هذه صورة عن السبورة غدا على قناتي في التليجرام والفيسبوك, فما تنسوا تتابعوني. ويلا أحلى لايك, اكتبوا لي رأيكم في تعليق تحت الفيديو, واعملوا شير ليعمل الخير يستفيد الغير. شكرا كتير لكم لأنكم عم تتعلموا اللغة الإنجليزية معي, كان اللي شرف أعطيكم هذا الدرس. إذا حابين تتعلموا المزيد معي بنصحكم تجهدوا هذا الدرس, فهذا أحلى درس لإلي ليوصلكم دروس أول بأول. اضغطوا هلا على هذه الدائرة وعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس. نشوفكم إن شاء الله بدرس المقبل أحبائي. السلام عليكم.